من بداية الاحتجاجات في إيران اللي مثل ما قلنا مشاهدين لها أسابيع مستمرة، كثير من الفنانين والمشاهير ومن حول العالم تضامنوا مع المحتجين وتبنوا شعاراتهم بشكل علني. النجمة الأمريكية بريتني سبيرز دخلت على خط التضامن مع المحتجين ونشرت تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيه إنه هي وزوجها واقفين جنب المحتجين اللي رفعوا شعار الحرية. وعلى فكرة زوج بريتني سبيرز سام أصغري من أصول إيرانية وكان أظهر من بداية الاحتجاجات دعمه للمحتجين وفي أكثر من بوست كمان ومناسبة. لكن ولسبب ما إيران تركت كل المشاهير اللي علقوا ومسكت في بريتني سبيرز وقرروا يردوا على بريتني سبيرز تحديدا، ومو أي رد، لا رد قمة في التنمر. فوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية غردت فجأة وكتبت معلومات أوريدي معروفة يعني عن تاريخ بريتني، وقالوا تم وضعها تحت وصاية أو وصاية والدها من عام 2008 بسبب مشاكلها العقلية، وهذا الشيء أعطى والدها السيطرة على شؤونها المالية وجوانب من حياتها الشخصية مثل الحمل والزواج وزيارة أبنائها كمان. يعني توقيت وطريقة الكلام كأنهم بيشككوا في سلامة قواها العقلية، واللي بيأكد هذا الشيء أكثر وأكثر أنه مع التغريدة أرفقوا صورة لتغريدة بريتني ورد متنمر آخر عليها بيقول لها حلو هل يمكنك إدارة أموالك الخاصة حتى الآن؟ يعني شيء عجيب غريب، متخيلين دولة وإعلامها جالسين بيهاجموا فنانة وأصلا ما هي من بلدهم كمان. بس عموما وللعلم بريتني أصلا الوصاية رفعت عنها من سنة تقريباً.